السلام عليكم. اليوم نروح لولاية عباتنا اللي نقف على زيارة نتاع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيد علي عون، حيث وقف على مشروع المركب كيا لإنتاج السيارات، يعني بطريقة تصنيعية فول بروسيس. إذن وفي هذا الإطار صرح يعني الوزير أنه سوف يفتتح المصنع هذا تاع إذن إنتاج السيارات قبل نهاية شهر رمضان هذا. إن شاء الله تكون بوعود يعني نتاع الوزير تحقق ويحقق الحلم نتاع الشباب نتاع ولاية باتنا في هذا المركب الضخم واللي في عدة يعني ملحقات. نلاحظ هنا في الصور نتاع الفيديو هذا. إذن نستمع إلى توضيحات الوزير في الموضوع، خليكم تابعوا ما تبقى من الفيديو والسلام عليكم. إن اليوم هذا ملك الجزائر، راح ناخذ بالموافقة مع الإخوان الوزراء اللي في الحكومة ومع سيد وزير الأول، راح ناخذ إن شاء الله عن قريب كل التدابير اللي لازم باش المصنع هذا يعاود يدخل في الإنتاج إن شاء الله وعن قريب. المصنع هذا فيه قسمين، القسم الأول اللي رانا شفناه واللي مازال يعني بعيد على الإنجاز تاعو، راهو في حوالي 70%، مازال 30% هما الأصعب. ولكن المصنع اللي رانا فيه موجود حاليا، رانا موجودين فيه حاليا تاع التركيب، خدينا درك قرار باش تكون فيه لجنة باش تجي ودير فحص على الآلات اللي راهم شغلوش منذ حوالي 5 سنوات، باش خلينا ناخذ قرار مع وزارة العدل مع وزارة المالية إن شاء الله وانطلق عن قريب. Thank you.